ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي بنستقبل ضيفتنا اللي منورانا في استوديو عيش سعيد، وهي خبيره علم طاقه. طبعا بقالنا يعني مده من الزمن بنسمع عن علم الطاقه، مش كلنا عارفين تفاصيل عنه، في مننا بيقولوا ايه يا جماعه الحاجات دي، احنا بقينا نسمع عن حاجات غريبه وجديده، بس هو علم قديم وموجود من زمان وفي معترف بيه في كل الدول، فاحنا لازم كمان نبقى اب تو ديت ونعرف اكتر عن علم الطاقه. علشان كده هتنورنا ضيفتنا خبيره علم الطاقه مي المرساوي. ازيك يا مي؟ الحمد لله. أنا عايزة أستحضر الطاقة دلوقتي عشان أكمل الحلقة، قوليلي أعمل إيه؟ في البداية كده عايزة أرحب بيكي وأقولك عايزة أعرف أكتر، أنت درستي علم الطاقة إزاي؟ وهنعرف بعد كده التفاصيل أكتر عن علم الطاقة. هي دراسة جميلة، أنا يعني حاجة شدتني ليها وبقيت أدور وأشوف ولقيت نفسي دخلت فيها سنة سنة، عارفة اللي هو ايه ده، هو اللي بيحصل، والناس اللي بتوع المديتيشن ده ازاي بيتغيروا بعد المديتيشن، حاجات كتير بقى تفاصيل جوه الطاقة، قلت انا لازم بقى ادرس الموضوع ده واشوف ايه الظروف. يعني بنتغير فعلا طبعًا بعد المديتيشن؟ اه طبعا طبعا. طب المديتيشن او هو التأمل زي ما بيقولوا ليه اكيد رولز معينه، انت لما درستيها اكيد تعمقتي اكتر في القصه؟ اطلاقا اي حد يقدر يعمل مديتيشن؟ اي حد يقدر انت بس تقعدي مع نفسك زي ما انت عايزه، 5 دقائق 10 دقائق، تفصلي عن العالم، يعني تقعدي كده مع نفسك، اي فكره سلبيه تجيلك ما تفكريش فيها. انا اوقات بقعد مع نفسي مثلا اقول انا هستغفر ربنا مثلا 10 دقائق كده، وبقعد طول 10 دقائق استغفار بس، اي فكره بتجيلي بعد كده ما بفكرش في اي فكره سلبيه. طب ازاي امنع نفسي من التشتت ده؟ يعني مثلا انت قاعده اهو، قاعده مع نفسك خالص بتعملي مديتيشن، وبعدين جات لك فكره سلبيه، هعديها دلوقتي لحد بعد ما اخلص. هي دي الفكره، حاجه بسيطه خالص، انت بتقدري تتحكمي اصلا في نفسك وفي مشاعرك بكل سهوله. طب هل تأثير الطاقة أو تأثير أي حاجة من الحاجات اللي هي المديتيشن أو غيره، هل بتختلف من شخص للتاني؟ يعني مثلا ممكن أنا أعمل حاجة من الحاجات اللي أنت هتقولي لي عليها تأثيرها يبقى مختلف عني عن أي حد تاني موجود؟ بصي، هو في البداية أصلا كل إنسان وجواه طاقة سلبية وطاقة إيجابية، عشان نبقى متفقين على حسب بقى، في شخص بيبقى طاقته الإيجابية أكتر من الطاقة السلبية والعكس صحيح. فانت عشان يعني توصلي للليفل ان انت تبقي ايجابيه وتشتغلي على نفسك كتير بقى، كتير محتاجه حاجات كتير تشتغلي عليها، بس الموضوع سهل وبسيط وجميل، يعني الموضوع ابدا ما فيهوش اي حاجه صعبه، سهل خالص. طيب مي، هل الطاقات بتتنقل؟ يعني انت دلوقتي لو داخله وطاقتك فريش وعندك فول انرجي ودخلتي مكان حد مثلا، انا فور اكزامبل طاقتي مش حلوه النهارده او متضايقه من حاجه، ممكن انقل لك الطاقه دي؟ طبعا طبعا. انت ممكن تدخلي مكان وتقعدي مع حد مثلا تقولي لها ازيك عامله ايه، مش هتقولك ده انا تعبانه وانا زعلانه وانا مش والدنيا ومش عارفه ايه، فتحسي ان انت هو في ايه، يعني ليه كل ده، الموضوع سهل وبسيط. فانا بصي، انت في اللحظه دي تقدري تغيري الموضوع. طب انت هي مصممه انها تشتكي وتقعد، تقدري بقى تقفلي هالتك، يعني تقعدي وتقفلي ايديكي ورجليكي كده عشان ما تستقبليش منها اي انرجي. بس